صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في بعض بلاد المسلمين يوضع للعائلة الواحدة من نفس القبيلة مكانا معينا للدفن لا يدفن فيه غيرهم، ويكون مغلقا بقفل ونحوه، وذلك خوفا من لصوص الجثث، فهل يجوز ذلك؟ نعم، لا بأس به، لا مانع من ذلك، لأن المقصود حفظهم من التلاعب والسرقة في الجثث كما يقول. نعم.